هاي فرحي، مساء الخير. مساء النور. واش راكي؟ بخير يا انتوما؟ لاباس. ميرسي، بارك فيكم. شكرا. صافا، نجحت 11 11 وخلاص المسلسلات عاد يحبوك بزاف. الحمد لله الحمد لله. كما شفتوا مسلسل 11 11 دار صدى كبير عند الجمهور، كما كان انه من كان فريد من نوعه في الاخراج، في القصه، في كتابه السيناريو، حتى الممثلين كانوا كاع الله يبارك مميزين. دونك نتمنى نشوفوا بزاف من الاعمال في هذا المستوى. انهيتي من مؤخرا تصوير، كنت في دور في فيلم تاريخي اكزاكتومون مع ياسمين شويخ، محمد شويخ. احكي لنا عليه. فات بيان، فات الحمد لله. انا بروحي نبغي هذا بطولة حسن كشاش. اكزاكتومون، ونلعب في الدور. الاسم انا راح للاسم تاع اكزاكتومون الاخضر بن خلوف. الاخضر بن خلوف، وكان الدور تاعي قنو. قنو اللي هي زوجة الاخضر بن خلوف. دونك كي يخرج نتفرجوه كاع اونصوم. السينما حبيتيها؟ شو تري تري بيان، بديت بها السينما. والغناء وين راهو من هذا كاع؟ الغناء طول انستون مازال ما سمعنا بلي 11 11 غيكون جزء ثاني. اللي يعلم يقول. اللي يعلم يقول. ميرسي بوكو. افيك بليزير. شكرا.